عندك الزهرة، ظننتك ستصيبني بالسهم. قل لي، تعرف دي الإبرة؟ الإبرة هي سهلة، شايفني أتدرب أروح تشوفي. وقيلك حسني طنبة تيفية. هاي لما تعلم شوفي انت فراح نتعلم. اكتوبر الحاج لحمك يابس كحكا قبتني. ها وش لي قال برا ها مقود متحرك ليش متحرك ليش. اصبر نعود لك محاولة ثانية. اروح الهربة تسلق. اروح اروح ها يهرب اهرب اهرب. كحاذير شفتها لي في ظهرية ثم انت كنت تولي فرملي مرضى قاتل عليهم بالفيزياء بومب تشيدا. شوف اليوم راح نسجلك هنا مدرسة تكوين شبه طبي الخاصة ابيام سوني. اوه هذه اللي كنت نحوس عليها الهج يسمك تقرأ حل عينيك تبانيك. قولي لي يا بنتي. تفضل الحاج. شو التخصصات اللي عندكم هنا؟ عندنا مساعد ممرض في الصحة العمومية، مساعد طبيب أسنان ورعاية موارد. وشهادة عنا معترفة من طرف الدولة. الله يبارك. الله يسلمك. وشروط التسجيل؟ يكون عندك برك يكون عند الطالب النيفو تيرمينال، شهادة سنة تانية تناول. الله يبارك. مالا سجلي لي شو الطفل؟ مساعد طبيب الأسنان. إيه ما كاش مشكل، تسجيلات ما زالت مفتوحة ويقدر يسجل عنا حتى بالمراسلة. شوف من اليوم تدخل تقرأ. خويا السلام عليكم ومرحبا بكم. تفضلوا تفضل حاجه تشربوا. شوف عطيني قهوه صغيره للطفل وقهوه كبيره ليا. الله يبارك الحاج، كاين حتى القهوه لهنايا، كاين قهوه، كاين حتى وين تفطر، كاين حتى الاقامه. يا كاين حتى الاقامه تما باتوا حتى 6 شهور ولا 7. هذيك باتوا فيها الناس البعاد ماشي انت تبات فيها 6 شهور. اي بان الله يبارك الهج. بلاصة ما شاء الله أبو تهلين فيها. أنت في ميزيك أنا نجيبك تقرأ في بلاصة عيانة. قول ما شاء الله الله يبارك. عايت عايت شو الخندريشة يقول لك جيت سجل قبل ما يقفل الدين. يلا الخندريشة شوفي كيما راكي ردي روحك روحي تسجلي في الإيكول أبية. وين جاي هذا؟ إيه وين جاي؟ أنفاسية فيا شطية باينة. نزلت قاعدة نوض نوض تقرأ نوض. اعتماد المؤسسة الخاصة لتكوين الشبه الطبي أبيام سوانيو لولاية شلف قد أعلنت نجاح بوب علو في الامتحان النهائي لنيل شهادة مساعد التمريض للصحة العمومية. الله يبارك، شرفتنا بهذا النجاح تاعك. أي وشك بيدير؟ لا تناديني بالممرض، الآن يمكنك أن تناديني بالطبيب. صحة طبيب صحة طبيب. الحاج رفيق قلبي واحد الطالب غير صغير في كندا راهم يخدموا الطب والفرامل، خصني غير 7 ملايين باش نخدم فما ونعاون روحي. 7 ملايين بركه ما تتمس خرجي نقدا. اخلاني يا الحاج، اول مره مديت لي مبلغ نقدا. ما عرفت تقول لي تاني 95 مليون اللي مراك محيرني. غير 7 ملايين بركه مليحه حقا ما خصك والو. صاحبك هذاك اللي في اضرار اللي ما في جيب لنا تمره قول له تشوك ايكول ابيام فما يروح يسجل. فكرتني دوك نايط له حمر لي وجهي برك، على بالي باللي تروح تخدم في الخارج وتجيبهم لي اضعافا مضاعفه. مش حقي 5 ملاير برك بنزيد بها القسم. سهله راه نخدم فما كي نرجع رجع لك دراهمك الهج. دوك نرجعهم لك. ايه